هنروح لخبر يعني الحقيقه النهارده السوشيال ميديا كله مقلوب، خبر انجاز كبير جدا لمصر والتنس الطاوله المصري. هنا جوده نجمتنا، نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر واللاعبه الاولمبيه اللي شاركت في الاولمبياد اللي فاتت في طوكيو 2020، فازت في بطوله العالم بميداليتين الحقيقه. ده طبعا فيديو من الـ من الـ من البطوله. فازت بالميداليه الذهبيه في الزوجي ومع اللاعبه بطله اليابان، يعني حضراتكم شايفين اهو هنا موجوده اللي على الشمال، وطلعت تستلم الميداليه الذهبيه في الزوجي طبعا لبطوله العالم وورلد يوث، بطوله العالم تحت 15 سنه. انجاز كبير. طب ايه كمان الانجاز؟ ان هي خدت فضه في الفردي، لعبت اللعيبه اللي معاها على نفس الاستيج في الاول، اللعيبه بطله اليابان لعبوا بعض في النهائي في الفردي. هنا خسرت وخدت الفضيه. انجاز كبير جدا 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 الحقيقه. الف مبروك يا هنا. الحقيقه كمان اللي اسعدنا جدا هو عزف السلام الوطني المصري في بطوله العالم، نسمعه مع حضراتكم. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، اعذب كلمات ممكن ينطق بيها يعني زي ما بيقولوا اي مصري على ارض مصر. انجاز كبير لهنا، ميداليتين في بطوله العالم. الحقيقه يعني ما بنحلمش باحسن من كده ولا اعظم من كده ولا اروع من كده، ان السلام الوطني المصري يعزف في بطولات العالم والبطولات العالميه والبطولات المحليه. شكرا يا هنا، الف مليون مبروك بنت النادي الاهلي وبنت مصر، ونتمنى ان شاء الله المزيد من التوفيق ليها وبقيت طبعا نجومنا على المستوى العالمي بإذن الله.